منها معهد الكويت للأبحاث العلمية وكذلك مركز الكويت للتوحد ومركز الأمومة والطفولة التابع لليونسكو، وشمل المعرض كذلك ورش الأنشطة المختلفة والإسعافات الأولية والخط العربي وصناعة الزهور والتصوير والخزف ومشروع الجليس، إضافة إلى عرض لكيفية إطفاء الحرائق وطرق توفير الحماية اللازمة من الحوادث. الله يكافينا الشر والكوارث، قدمها الملازم عبد الهادي الحمادي. وكذلك من خلال التقرير شفنا أن المعرض شمل جزء من مسرحية ليلى لولو والذيب، عكس ليلى والذيب هالمرة، لولو والذيب، واللي قدمها فريق لوياك، وهدف إلى تقديم مجموعة من القيم التي يجب أن يتعود عليها الأطفال، ومنها طاعة الوالدين ونبذ العنف واختيار الصديق. وأشار العجمي إلى أن هذه الأنشطة جزء من خطة التنمية الثقافية اللي يلتزم المجلس بتطبيقها، ويضم هذا المهرجان مجموعة من الأنشطة المنوعة من معرض الكتاب والورش الفنية وبعض العروض المسرحية والموسيقية. وأكد العجمي كذلك أن المهرجان فرصة للأطفال والناشئة للاستفادة من الأنشطة المختلفة. مطبوعات، إصدارات، أنشطة، ثقافة، خلونا نتابع هذا التقرير ونرجع لكم مرة ثانية. حرصت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووفق استراتيجيتها أن تقيم سنويا مثل هذا المعرض الذي يحتوي على إنتاج الوزارة الثقافي بشكل خاص والإعلامي، فكل إدارات الوزارة شاركت في مثل هذا المعرض، وهذا حقيقة لأن كثير من الإنتاج والإنجاز الذي تقدمه الوزارة نريد أن يكون قريبا من الأخوة المواطنين والمقيمين، وأن يتعرف الأخوة المواطنون والمقيمون على هذا الإنتاج وعلى هذا الإنجاز كما نشاهد في هذا المعرض. يعني من غير مبالغة مئات بل آلاف المؤلفات والكتب في نواحي متعددة، فهناك يعني إدارة الثقافة لها إنتاجها وتجاوزت 50 كتاب، المساجد تجاوز 200 كتاب، عندنا الإفتاء والموسوعة تجاوزوا 150 كتاب، عندنا الإعلام الديني في إنتاج المتنوع الثقافي تجاوز يعني السي دي والدي في دي العشرات بالمئات. Thank you.
طبيعي هذا المعرض هو الحقيقة فرصة للأخوة المقيمين والمواطنين في دولة الكويت للاطلاع على هذه الثقافة الكبيرة. أنا أعتقد أن هذه الإنجازات وهذه الأعمال هي الحقيقة يعني إنتاج كبير وتطور كبير في يعني في الوعاء الثقافي الكويتي. كذلك من الأشياء الإيجابية الحقيقة في مشاركة فاعلة من قبل وزارات الدولة، وهالسنة شاركت ويانا حوالي 12 وزارة قدمت كل ما لديها من مطبوعات وإنجازات. القضية المهمة كذلك أن سفارات دول مجلس التعاون وهي عادتها في كل سنة تشارك في مطبوعاتها من مصاحف وكتب ثقافية ونشرات وبروشورات وأنشطة، وهذه الحقيقة يعني فرصة يعني أنا أعتقد أن لابد أن المواطن والمقيم يستقلها ويحضر ويشوف هذا المعرض. المعرض ما هو كبير وله متعب الحقيقة في مكان متميز في مسجد الدولة الكبير، ويعني أنا أنصح جميع الأخوة المشاهدين والمستمعين في انتهاز هذه الفرصة وزيارة فاعلة لهذا المعرض إن شاء الله. بدأت فعاليات معرض الإصدارات الرابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مثل ما احنا شفنا معاكم في التقرير في 13 من فبراير عام 2012 الذي تقيمه الوزارة بالتعاون مع اللجنة المنظمة لمهرجان هلا فبراير تحت شعار الكويت سدرتنا، وشارك فيه العديد من الدول مثل ما احنا شفنا البحرين، الإمارات، قطر، السعودية والعديد من هذه الدول. وقال وكيل الوزارة الدكتور عادل الفلاح في كلمته خلال الافتتاح أن هذا المعرض يأتي في سياق مشاركة الشعب الكويتي فرحته في احتفالات الذكرى 26 للاستغلال والذكرى 21 للتحرير والسادسة لتولي سمو أمير البلاد مغاليد الحكم، وتزامنا مع انطلاق مهرجان هلا فبراير. جواد، فروسية، بطولة، نتائج، خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم.
تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، أقيم مساء الخميس الماضي مهرجان بيت العرب للجواد العربي 2012، بطولة الكويت الدولية لجمال الخيل العربية، وذلك بمركز الجواد العربي بيت العرب. وكان في استقبال ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه رئيس نادي الصيد والفروسية الشيخ ضاري فهد الصباح، ورئيس لجنة الخيل العربية الشيخة سارة فهد الصباح، ورئيس اللجنة المنظمة العليا للمهرجان محمد جاسم المرزوق، وسادة أعضاء اللجنة. وفي ختام هذا المهرجان المتميز الذي حفل بالعديد من الفعاليات والأنشطة مثل ما احنا شفنا في التقرير، حقق نجاح كبير وحضور جماهيري لمحبي وعشاق ومربي الخيول العربية الأصيلة، والذي امتد على مدى 3 أيام للفترة من 15 إلى 18 فبراير 2012، والتي كانت تواكب احتفالاتنا بالعيادة الوطنية ومرور 6 سنوات على تولي سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مغاليد الحكم، مما يبرز المعاني السامية والأهداف النبيلة من إقامة هذا المهرجان العريق. وقد حصل على المركز الأول عبد الله سالم الإسديراوي، وكذلك حصل على المركز الثاني خالد بن شكر، والمركز الثالث حصل عليه برهان أسد بكير. وصلنا معاكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله تكونون استمتعتوا معاي من خلال متابعتكم لهذه التقارير اللي شفناها مع بعض بالصوت والصورة، ومن خلال تعليقي الشخصي على هذه التقارير. وإن شاء الله تتابعونا باكر بنفس الوقت، راح أكون أنا معاكم ناصر العطية من 9:30 إلى غاية الساعة 10:30، وأحب أذكركم بالإعادة راح تكون في الساعة 3 فجرا إن شاء الله اليوم. إلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، وأقول لكم تصبحون على خير.